السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبي في الله في قناتكم مدونة حبيب. لي معلومات لا تتنى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نشرو SDT عن طريق منصة بايبت. طريقة سهلة جدا بدون أي مشكل. أول دخول إلى منصة بايبت بهذه الطريقة، وبعد نكليكوا على أكثر من مزيد، وبعد نكليكوا على شراء عملات مشفرة، وبعد نختار تداول نظرية بيتوبي. هاي خاوتي نكليكوا عليها، نستناو شوية، جينا هذه الشكل خاوتي. هنا نبدلوا العملة، مثلا نديرو دي زين بهذه الطريقة. مثال خاوتي حاس نشرو قيمة 50,000، واش نديرو خاوتي؟ ندخلو المبلغ، مثال نحوس نشرو 60,000 بهذه الطريقة. مثال عندنا نحوس نشرو عليه قيمة 50,000، معناها زود دولار. نكلو على الشراء، وبعد نختارو هنا يا خاوتي نديرو 50,000، جينا 2.4 دولار، نديرو الشراء بهذه الطريقة. وبعد نضغط على توصيل مع بايع، نكليكو عليها، وبعد نهضرو مع خاوتي، نديرو معاه سلام ابعث لي الريف بريدي موب بهذه الطريقة. أقرا ميساج خاوتي، دوك يبعثنا الريف تاعو، هذا هو. واش ندير؟ ننسخو هذايا، يعني ندير النسخ، ومن بعد نروحو بريدي موب، ومن بعد نروحو التحويلات، نديرو هذه خاوتي، ومن بعد نديرو هذيا، عنديرو هذه، ومن بعد ندخلو الريب نتاعو اللصق، ونديرو مثال 50,000. شحال درنا خاوتي؟ درنا 50,000. نرجعو نأكدو شحال درا، شحال خاوتي؟ 50,000. نديرو 50,000، هاهي، نديرو مواصلة، ونديرو حصول على الرمز، ومن بعد ندير مواصلة بهذه الطريقة. ومن بعد نجيبو الإيميل، ومن بعد نديرو إرسال تحويل إلكتروني، ونديرو خاوتي إرسال. بهذه الطريقة نديرو ظهور إصل معاملة. واش نديرو خاوتي؟ نديرو كابتير، ومن بعد نرجعو للمنصة نبعثولو الصورة. هاي خاوتي الصورة، ندير تحديد وندير تأكيد، ومن بعد نرجعو ونديرو هنا يا خاوتي الدفع الآن. نكليكو على الدفع الآن، إكمال الدفع، تأكيد، ومن بعد نهضر مع خاوتي نقولو راني بعثت لك بهذه الطريقة. كيقرا ميساج خاوتي، تم إكمال عملية، أبعث لي خاوتي الدراهم زود دولار بهذه الطريقة. عاد نرجعو خاوتي، نروحو المحفظة، وبعثت لي خاوتي زود دولار بهذه الطريقة، شراء SDT عن طريق منصة بايبت، ومن بعد تحولها منصة باينانس بهذه الطريقة خاوتي بدون أي مشاكل، ولا تشري بها عملة السويد خاوتي، عملة السويد. سبيل المثال نديرو هنايا، نديرو زود دولار بهذه الطريقة. نديرو هنا خاوتي، نديرو السوق، ندير هنا خاوتي، حاولنا نشري عملة السويد. واش ندير؟ نجي هنا خاوتي، راه خاوتي في التمويل هنا خاوتي،
ندير التحويل، نختار اس دي تي، لحد اقصى للتاكيد. بهذه الطريقة مازال ما تحولت من حولة خاوتي. الحساب الفوري حد أدنى هي تحولت خاوتي، عندنا زوج دولار. نديرو كلي خاوتي، نمشيو عملة السويد، نديرو الشراء ثم الشراء، تم شراء النقاط تاع السويد. هاي عندنا 349، وتعاود ثاني تقدر تعاود تبيعها. مثال وصلت هي 0.010 دولار، دير شراء مثال، عفوا دير البيع. إذا كانت هي تساوي 0.010 دولار، دير هنا عندك مثال، عندك مثال نقولوا حنايا 349، تجيك 2 دولار. مثال وصلت هنا يا خاوتي 10، ديروا 10، شوفوا خاوتي شحال زادت. كل ما تزيد اكثر ربح. مثال وصلت مثال 0.019، عندنا 6 دولار. انا خاوتي نخليها ما نبيعهاش حتى تطلع العمله السويد، ومن بعد نبيعها نجيب ارباح لا باس بها. هذه الطريقه الشراء او اس دي تي عن طريق منصه بايبت، ومن بعد تشري بها عمله السويد. اعجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.